اسمع إلى هذه القصة التي يرويها ابن قدامة رحمه الله عن من؟ عن الإمام مالك بن دينار رضي الله عنه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله عن مالك بن دينار، يقول: أعلم العلماء وأعلمهم. يقول عن مالك ابن دينار، يصفه فيقول: هو أعلم العلماء وأعلمهم. لكن اسمع إلى مالك بن دينار رضي الله عنه الذي يتحدث عن نفسه: أعلم العلماء وأعلمهم. يقول رحمه الله: كنت قاطعا للطريق، أي أنني كنت من قطاع الطرق. قال: فكان الناس يخشون ملاقاتي خوفا من بطشي. قال: تزوجت، وبعدما تزوجت جاءتني طفلة اسمها فاطمة. قال: فكبرت حتى بلغت 3 سنوات. قال: في يوم من الأيام ماتت فاطمة، ماتت تلك الطفلة الصغيرة. قال: فجاءني الشيطان وقال: يا مالك، لتسكرن الليل سكرة ما سكرت قبلها قط، لتسكرن الليل. وكان سكيرا، أي أنه كان يدمن شرب الخمر، كان مدمن مالك بن دينار لشرب الخمر. قال: لتسكرن الليل سكرة ما سكرت قبلها قط. قال: فسكرت ليلته. قال: فمن شدة ما شربت من الخمر أنني نمت، وقعت على الأرض فنمت. قال: فجاءني في المنام، اسمع أيها الحبيب، قال: جاءني في المنام أن القيامة قد قامت، وقد بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، وإذا بالمنادي ينادي على الناس: فلان ابن فلان هلم للعرض على الله، فلان ابن فلان هلم للعرض على الله. قال: فنودي باسمي: فلان ابن فلان هلم للعرض أمام الله. قال: فجئت وإذ بي أرى تعبان ضخم، وإذا بالتعبان يلحقني، فسرت أجري وأجري حتى رأيت أمامي عجوز كبير في السن، فجئت إليه، قلت له: لعلك تساعدني. قال: أما ترى حالي؟ أما ترى حالي وقد كبرت في السن؟ لكن اذهب في هذا الطريق. قال: فذهبت وأنا أجري والثعبان يلاحقني، فوصلت إلى شفير جهنم، وصلت إلى شفير جهنم. قال: فرأيت ذلك العجوز، عدت إلى ذلك العجوز، قلت له: لعلك تساعدني. قال: ترى حالي، ولكن اذهب إلى ذلك الجبل، لعلك تجد هناك من يساعدك. قال: فتوجهت إلى ذلك الجبل، وإذا بي أسمع أصوات أطفال، إذ بي أسمع أصوات أطفال صغار. فذهبت وإذا بي أرى طفلة الصغيرة فاطمة، فاطمة التي ماتت بالأمس. قال: فحملتها على يدي، ثم نظرت إلي فضربت على لحيتي، ثم قالت: يا أبتي، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يا أبتي، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فقلت: يا بنيتي، وماذا كالتعبان؟ قالت: يا أبتي، هو عملك السيء، كبرته فنميته حتى أصبح هكذا فأخافك. وأما ذلك الرجل العجوز فهو عملك الصالح، صغرته ثم صغرته حتى أصبح هذا حاله فلم ينفعك أيها الحبيب. قال: فاستيقظت من المنام، ثم اغتسلت وتوضأت وذهبت إلى المسجد وأنا أبكي، وإذا بالإمام يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لما جيء بجنازة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فوقف على المنبر خطيبا على هذه الجنازة، فقال رضي الله عنه كلمتين: قال: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. ثم نزل عمر من على المنبر، ما تكلم عمر الكثير، ولكنه قال: كفى بالموت واعظا. أحبتي، أما ترون أننا في هذه الأيام ما عدنا
ونحن نقلب صفحات المواقع هنا وهناك إلا ونسمع أخبار الراحلين، هذا مات بكورونا، وهذا مات فجأة، وهذا مات بحادث سير. أما ترون أن الموت قد كثر في أيامنا؟ أما ترون أن كل المواقع التي نتابعها كلها ملئت بأخبار الراحلين من أقرباء ومن أصحاب ومن خلان ومن جيران؟ والله كفى، والله كفى بالموت واعظا. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، قال الحبيب وكيف لي أرد جوابك وأنا رهين جنادل أكلت تراب محاسني فنسيتكم، أكلت تراب محاسني فنسيتكم. كل هذه الأخبار التي نتابعها لا بد أن تدق ناقوس الخطر في قلوبنا أننا آن أن نعود إلى الله، أننا آن أن نصطلح مع الله، أننا آن أن نجدد رجوعنا إلى الله، حتى تعلم أن هذه حقيقة الدنيا، هذه حقيقة الحياة. يكون الواحد منا أن يكون من أصحابنا وأقربائنا معنا الظهر صحيح البدن، لا يملك من الأمراض شيء، فإذ بك على صلاة العصر وفي الليل تتفاجأ أن فلان قد مات. واسمعوا إلى الأخبار، واسمعوا إلى القصص هذه الأيام. فهل لا عدنا؟ هل لا تبنى؟ هل لا رجعنا إلى الله؟ قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فيا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. يا أحباب، الموت حينما جاء إلى صاحبك وحينما جاء إلى قريبك والله إنه قد تخطاك أنت ثم ذهب إلى غيرك، وإن له موعد وإن له عودة. كل باك سيبكى، كل باك سيبكى، وكل ناع سينعى، وكل مذكور سينسى. من علا فالله أعلى، ليس غير الله يبقى. اليوم نبكي غدا سنبكى، اليوم نرتي على المواقع غدا سنرتى، اليوم نودع على المواقع غدا سنودع في المواقع. هكذا الحياة، هكذا الحياة. اليوم نحزن غدا سيحزن علينا، اليوم نشيع غدا سنشيع، اليوم ندفن غدا سندفن. هكذا الحياة، حتى إذا مات ذهبوا وتركوك يقول الله عبدي، ذهبوا وتركوك، من هم؟ والدك، صاحبك، قريبك، ذهبوا وتركوك. ثم في الحياة سيذكرونك 3 أيام 10 أيام، ثم سيمضون في الحياة في فتن الدنيا والحياة والنساء والأولاد، سينسونك. عبدي ذهبوا وتركوك، وفي القبر وضعوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. في غزوة تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم يومها، فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: في آخر الليل قمت فنظرت إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد، فوضعت يدي عليه فوجدته باردا، فنظرت إلى فراش عمر فلم أجد، فنظرت إلى فراش أبو بكر فلم أجد. قال: وإذ بي أرى في آخر المخيم نور، فذهبت إلى ذلك النور وإذا بحفرة قد حفرت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في هذه الحفرة، وإذا بجواره أبو بكر وعمر، وإذا بميت مسجي على الأرض، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل هذه الحفرة. ثم نظر إلى أبي بكر وعمر ثم قال: دليا لي صاحبكما. قال فأنزلاه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم دمعت عيناه، ثم قال: اللهم إني أمسيت راض عنه فارض عنه، اللهم إني أمسيت راض عنه فارض عنه. قال: فقلت من هذا؟ قالوا: إنه أخوك عبد الله ذو البجادين، مات في آخر الليل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يقول ابن مسعود: والله وددت يومها أنني أنا الميت، وددت والله يومها أنني أنا الميت. لما قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ لأنه سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم
إني أمسيت راض عنه فارض عنه. يأتي النبي إلى بيت عائشة فيجلس فيه، فيستند النبي صلى الله عليه وسلم على حجره، بيت النبي الذي سقفه من النخيل، والذي من ورق الجريء، والذي كانت جدرانه أحبتي من الطين، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فرشه ليس الفرش الذي نجلس عليه اليوم، وإنما كان فرشه هو الحصى، ووضعت حصيرة في زاوية حجرة النبي كان يتكئ عليها صلى الله عليه وسلم. ويأتي النبي يوما إلى أم المؤمنين عائشة فينام على حجرها، ثم تسقط دموع عائشة فتسيل، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيمسح دموع أم المؤمنين من على وجهه، ثم ينظر إليها، انظر إليها، يقول: يا عائشة تبكي على ماذا تبكين؟ يا عائشة امرأة بيتها سقف بيتها من جريد النخل، الفرش الذي تنام عليه من الحصى، لابد أن تبكي على أنها تعيش في بيت النبوة قائد البشرية ثم تنام على الحصى؟ قال: أتبكين على ماذا تبكين يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، لقد تذكرت يوم القيامة. يا رسول الله، تنظر إلى النبي وتبكي، تقول: يا رسول الله، أتعرفون أهليكم يوم القيامة؟ يعني تريد أن تطمئن أنك يا رسول الله ستعرفني يوم القيامة. أي خوف هذا يا أحباب؟ كل خوف يسمى خوف إلا الخوف من الله لا يسمى خوف. كل خوف يطلق عليه خوف إلا الخوف من الله لا يسمى خوف. الخوف من الله هو الأمان، الخوف من الله هو الطمأنينة. إذا أردت أن تطمئن عليك بالخوف، إذا أردت أن تكون صلبا شجاعا قبيا، فعليك بمقام الخوف والذل من الله سبحانه وتعالى. وهذا عمر لما جاءه الموت قال لابنه عبد الله: يا عبد الله، ضع خدي على التراب، ضع خد أبيك على التراب، لعل الله أن يرحم عمر. عمر يطلب من ابنه عبد الله أن يضع خده على التراب لعل الله أن يرحم أبيك، لأن عمر علم أننا من تراب وسنعود إلى التراب. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فيا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. إي والله، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس من حولك يضحكون، فاعمل ليوم إذا ما مت فيه كنت أنت الضاحك المسرور، فاعمل ليوم إذا ما مت فيه كنت أنت الضاحك المسرور. نعم أيها الأحباب، هكذا الحياة، هكذا الدنيا، هي دار سفر وهي دار ممر، وعما قريب سينتهي هذا السفر، وعما قريب ستكون الوجهة الأخيرة في هذه الرحلة وفي هذا السفر الطويل. شكرا لحضراتكم على مشاهدة الفيديو، وأرجو ألا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة.